وإلى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع إبراهيم حامد بخيت من السودان في بورت سودان، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: إذا بتر جزء من أجزاء الإنسان لحادث أو مرض، هل يجب عليه أن يصلي على ذلك العضو المبتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإذا قطع من الإنسان الحي عضو من أعضائه فإنه يدفن ولا يصلى عليه لأن صاحبه حي، لكن هذا العضو يدفن في مكان ولا يصلى عليه لأنه ليس له أحكام الجنازة. نعم.